حلب الملتهب إلى 5 جريحى وباقي المدن السورية. يرسل الثوار رسالة تأكيد في استمرار حراكهم المنادي بإسقاط النظام ورحيل الأسد، عنادان التي لم تهدأ منذ أشهر رغم حملات الدهم والاعتقال تستمر في حراكها اليومي في التظاهرات الطلابية والمسائية. كما مدينة تل رفعت التي لم تثنها قوات الأمن والشبيحة عن مطالبها في حرية افتقدتها، حالها كحال المدن السورية. وتحذو بلدة مارع ما بدأت فيه عنادان وتل رفعت التي ساحت للحرية لتلبي النداء، كل من دارة عزة وحريتان وحيان وبيانون وأبين ومدينة الباب. صفحة الثورة الحلبية ضد بشار الأسد نقلت عن كتيبة الأبابيل التابعة للجيش السوري الحر أن الكتيبة قامت بالتصدي لبعض عصابات النظام في مدينة الباب بريف حلب عندما توجهت لاعتقال المواطنين هناك، ما أدى إلى سقوط أكثر من 45 عنصر أمن وشبيح ما بين قتيل وجريح. أحياء صلاح الدين والأعظمية والصاخور وحلب الجديدة ما زالت تخرج بين الحين والآخر نتيجة الحصار والانتشار الأمني الذي أدى إلى اعتقال أكثر من 20,000 حلبي منذ بداية الثورة وفقا لمصادر في تنسيقيات الثورة السورية. وقبل جمعة طرد السفراء وجه ناشطون رسالة إلى شباب حلب ناشدوهم فيها الاستعداد لتظاهرات في كل من أحياء صلاح الدين والصاخور وشارع النيل وتحديدا في جامع عمار بن ياسر. الثورة السورية بحسب البعض تنتظر الحصاد من أرض الشهباء المدينة وهي التي لا تزال غائبة عن الحراك، في حين يعتقد البعض الآخر أن ورقة حلب هي المرحلة الثانية والأخيرة المخبأة من الثورة السورية. يا ابن الشهباء جاحب قلبي بينده يا حلبي، ما هان علي يحكوها خاين هالحلبي، يا ابن الشهباء جاحب قلبي بينده يا حلبي.